اهلا بيكم يا اصدقائي في قناه العاب سين. النهارده معانا تحدي بين اين اشيائي وعلاء الدين، كرتونتين كاملين، الكيس ب2 جنيه وفي 24 كيس. هنشوف مين اللي هيكسب هدايا احسن وفلوس اكتر. بس قبل ما نفتحهم هنبعت اول اهداء الى محمد حمدي، وتاني اهداء الى خالد زياد، وتالت اهداء الى محمد حرب، وفي اهداء تاني في الفيديو. يلا دلوقتي هنفتح الكرتونتين. انا هاخد دي وهي هتاخد دي. كده احنا طلعنا الكياس كلها. هنبتدي نفتح اول كيس. انا هفتح كيس وهي هتفتح كيس. انا هفتح الاول. رب نكسب فلوس. نحط اللعب هنا وبعدين في الاخر هنشوف. انا هفتح اول كيس. كسبت فيها بازل. دور رب اكسب فلوس. ده سبينر. اوه 10 جنيه. انا هفتح. انا اول مرة اكسب 10 جنيه. انت لسه كده ما كسبتش فلوس. ان شاء الله هكسب. لا مش هتكسب. كسبت جنيه. على قدك ان شاء الله. انا اللي هكسب. دوري. ده سبينر تاني. كده دوري. كسبت كمان جنيه. يلا دوري. ايه دي تربع. سلام. نشوف كام. نص جنيه. نص ربعين. على قدك. مفيش حاجة تانية. يلا دوري. ما كسبتش حاجة. لا كسبت كمان جنيه. دوري بقى. ايه ده، انا مش هكسب غير رصاص بس. ما انت كسبت 10 جنيه. احمد ربنا غيرك ما كسبش غير جنيهات. دول حاجة تاني ولا لا؟ لا مفيش تاني. ما كسبتش بنورات كتير. كمان 5 جنيه. مش مهم نفتح. بسم الله يا رب اكسب فلوس. كسبت فلوس بس برضو كسبت جنيه. دوري. دي اللعبة اللي احنا بنفكرها بعدين بنشدها. بسم الله. دوري. بس قبل ما افتح الكيس بتاعي هنبعت اهداء الى اسماء عامر، واخر اهداء الى حبيبة من اسكندرية. يلا افتح بقى الكيس بتاعي. كسبت ساعة. ايه
ده انا كسبت 3 حاجات، انا كسبت ميداليه كمان، ميداليه الاتنين دول شبه بعض. هي كسبت 5 جنيه. يلا دورك. ربطت فلوس تاني. ايه ده مسدس؟ بسم الله. ربطت فلوس تاني. اذا كسبت سبينر. سبينر كبير. ده كبير. نفتحه دلوقتي. بيلفش حلو. لا حلو. دورك. دي نفس اللعبة اللي انا كسبتها برضه. كسبت كمان جنيه. لا كسبت فلوس اكتر مني. لا انت اخيرا كسبت جنيه. ما فيش فلوس فضية خالص ليه؟ كسبت حاجتين. اول حاجة كسبت جنيه. تاني حاجة كسبت كمان 5 جنيه. دوري. ايه ده حنطور. دوري. كسبت كمان سبينر بس دوت لونه احمر. دوري بقى. كسبت بازل علي محمد صلاح. كسبت ميدالية برضه. دوري بقى. دي ميدالية على شكل طاقية. دوري. ما كسبتش حاجات كتير. كسبت جنيه. ليه كسبت عربية؟ دوري. كده انت كده بتاعك قدرت تاخد، كان لسه عندك كتير. ما انا عندي 18 قسم وانت عندك 24. دي الرجل اللي احنا بنقعد نعمل كده وبتطلع. طعم حلو. ده اول كسب يكسب. لا كسب. كسب جنيه. يا رب انا بقيلي كسين بس. ايه كسبت جنيه. مفيش حاجة تاني. ايه ده؟ مش عارفة ايه ده. هيقلي دي طيارة. يلا دور. اخر كيس هفتحه. يا رب اكسبت حاجة حلوة. ايه ده ساعة. كده انا خلصت الكيس كلها بتاعتي. افتح معايا بقى. كمان جنيه اهو. كمان سبينر بس لونه اصفر.
كسبتي جنيه وخمسة جنيه الاثنين في كيس واحد. هنعد فلوس في الاخر. انا كسبت كده سبنورات كتير. افتح انت بقى اخر كيس. جنيه. يلا نشوف الهدايا اللي احنا كسبناها. انا هشوف الاول. اول حاجه نعد الفلوس. ده الفلوس كلها كده 10 15 16 17 و 18. انا بقى هعد الفلوس بتاعتي ودي كل الفلوس اللي معايا كده 5 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. هي انا اللي كسبت. انا كسبت فلوس اكتر وكسبت كمان سبنرات كتير. كسبت 4 سبنرات وثلاث ميداليات وطياره وبازل. انا كسبت ساعتين وحنطور واللعبه اللي بتتلف ومسدس. يلا انا عايزه اجرب المسدس ده. دي الطلع بتاعه. بضرب جامد وكسبت بازل وسبينر والطاقيه. كده دي الهدايا اللي احنا كسبناها. واكتبوا لنا في التعليقات مين اللي كسب هدايا احسن. كده اصدقائي انا خلصت الفيديو. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، عشان كل يوم معانا مفاجاه جديده. مع السلامه.